طيب جميل، ننتقل للخبر الثاني اليوم بطبع برنامج اللي هو كان اسمه ديو المستحيل، صار اسمه بحلم بيك، واحنا شفنا مقطع منه أم كلثوم تغني، أو شيرين عبد الوهاب تغني مع أم كلثوم. حدثنا عن أجواء هذا المسلسل البرنامج الجديد في أم بي سي. رمضان بدري هو بدون شك يمكن جهد شوي، شفنا من فترة أم بي سي عم تهتم أكثر بالأغنية الطربية، يمكن شفنا البرنامج اللي قدمته الفنانة لطيفة، وهلا عم نشوف قصة ديو المستحيل. كان البرنامج الماضي مثل ما قلنا اهتم ببعض الاغاني اللي يعني لها وزن من ناحيه فنيه ادبيه يعني شعريه اذا بدكم، ومن ناحيه طربيه، فرجعوا اعادوها باصوات الشباب الجداد، وهذه ظاهره بعتقد كثير ايجابيه ومهمه انه الجيل الجديد يستمع الى التراث بشكل جديد، يمكن لانه اليوم بتعرفوا انتم تقنيات الصوت تبدلت وتحسنت الى شكل يعني بشكل كثير افضل، فلما تسمعي اغنيه يمكن مع الخشي في ناس بيحبوها يعني تسمعي سي دي قديم او اسطوانه، بس انما يمكن هو الناس المتخصصين او اللي عايشين بيحبوا هذا الزمن. أيوة. انما اليوم الناس تبحث عن الافضل الى حد كبير. هالتجربه لها اهميه كمان بالتكنولوجيا وين وصلت، بحيث انه نقدر نشوف ام كلثوم واقفه عم تغني واحد المطربات او المطربين اللي رح نشوفهم فيما بعد موجودين على نفس المسرح وعم بيغنوا سوا. اذا بدكم خلينا نشوف مقطع لشيرين عم تغني مع ام كلثوم، بعتقد خلينا نشوف. يلا. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، كنت ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى كمان، مشتاق لعذابي معاك والدموع فاكراك وارجع تاني بلقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وتعزها ولا هيك مشغول وشاغلني بيك وعني من الليل ناديك وبعت روحي صاحيك أمي اللي شاغلني قلنا يمكن على المسرح حبسي كانت العنوان. لا بس انا ما بغني ممنوع تغني ولا تدندني. كان الفيديو يمكن اللي شفناه بالعناوين اللي هو هي ام كلثوم، بس انا مثل ما شفنا كمان بفيديو هو من فيلم مقطع بدخلوهن كمان، وطبعا هالشيء باداره مخرج يعني فذ اللي هو باسم كريستو اللي عم يهتم بهالطريقه، وهي طريقه يعني لها علاقه بالمونتاج طبعا، وهي حرفيين يعني كثار عم يشتغلوا عليها. هلا مساله المسرح رح نشوف كيف ممكن يكونوا مع بعض، رح نشوف يارا وصباح عم بيغنوا مع بعض. يلا. قابلت كتير فرشولي عشان الارض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي امير. قابلت كتير فرشولي عشان الارض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي اليوم نكسل الحلقة ونمشي ونترك الناس مع الأغاني. الصراحة يلا ورجعوا رجعوها إذا بدكم نتابعها بعد ما نخلص. لا لأنه فعلا هي أهمية هاي الأغاني، أنه لا تموت هذه الأغاني، وهذا دليل آخر على أنه قد ما نروح ونرجع نرجع لهذا النوع من الغنى، لأنه هو نوع يعني كان فيه اهتمام عالي جدا من كل النواحي،
وبعتقد انه الجيل الجديد بيسوى يعني يسمعون له الاغاني ويعطيهم فرصه من وقته اللي هو كتير مشغول بهالايام. رولا ساعد ما طلبت تغني بتصور يعني هي بالطريقه باستديو بيقدروا يغنوا، بس على المسرح بينكشفوا اكثر هو النوع. يعني في مطربين اصواتهم محدوده، بس انما يارا مثلا مثل شيرين او يارا، او رح نشوف بعد اسماء ثانيه شاركت بهالبرنامج، هن عندهم قدرات ومحسوبين على الاغنيه الطربيه، مشان هيك بعتقد اسهل انهم يقدموا هذا النوع من الاغاني. اوكي، كنت بدي اسال انه هذا التصوير على المسرح، يعني مش فيديو؟ لا، هذا يعني مشغول بطريقه مونتاج. اوكي. على العموم أكيد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة وختام صباح العربية نقطة على السطر، دائما وقفتنا الفنية مع جميل ظاهر. شكرا لتواجدك معنا اليوم.